تاريخ وطن يلخصه مرفق صحي عريق ويشرح تفاصيله للأجيال الجديدة. العم سعيد أحد الكوادر الصحية المؤسسة لمستشفى الجمهورية الذي يصادف ذكرى تأسيسه 64، إذ أنشئ إبان الاستعمار البريطاني وما زال إلى اليوم أحد أكبر المستشفيات في البلد. المستشفى ذا بالنسبة لي هو جزء من حياتي، فأعمل فيه ولا زلت أعمل ومنذ تأسيس هذا المستشفى من 1960 عدة، منه كان مستشفى الملكة إليزابيث الثانية، وبعدها مستشفى الجمهورية، وبعدها مستشفى التعليمي، والآن هو هيئة. طبعا هناك طموح من إدارة المستشفى في تخصصات عدة، ونتمنى من الدولة أن تساعد إدارة المستشفى في عمل الحاجات النواقص، تكملة النواقص اللي هي محتاج لها في المستشفى. المستشفى الذي صار هيئة صحية وتعليمية احتفل بهذه الذكرى بتكريم عدد من كوادره وبمعرض فني وبفيلم يلخص مراحل من عمر هذه المنشأة التي تعد الحرب الأخيرة أصعب مرحلة مرت عليها. استمد أيضا من هذا اليوم هو العزيمة والإصرار على أن نواصل العمل، على أن نواصل الكفاح، على أن نواصل الصمود في هذه المستشفى من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين. بالرغم من كل الصعاب، من كل المشاكل، إلا أن هذه المستشفى يجب أن يتقدم نحو الأمام، ويجب أن يقدم خدمات مميزة مثل ما قدمها، سواء كان في مجال الخدمات التمريضية أو في مجال الخدمات الطبية، أو تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، أو البحوث العلمية أو التعليمية. ولأنه المستشفى الأكبر في عدن والمحافظات المجاورة، فإن المطالب ما زالت مستمرة بدعم ميزانية المستشفى الضئيلة، بالإضافة إلى زيادة قدرته الاستيعابية وإعادة العلاج المجاني. آدم حسامي، قناة بلقيس، عدن.